عقدت المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا عالميا تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، وذلك بقاعة المؤتمرات في مقر المحكمة. وشارك في المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 شارك كبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كما حضر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إلى جانب رجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.